كل ما يفيه الفلوس في التليفون نحسن باش نعمل لابيل من عند العباد اما اليوم باش نجرب سامحني تعطيني نعمل لابيل يرجع على الاخر لا ما عنديش فلوس في التليفون حاج تعطيني تليفونك لحظه وي بدا الماتش هذا قداش يا مدام تعطيني تليفونك باش نعمل بيه لابيل لا صلي بالتليفون هيدا خمت فيه ها اما تعطيني نعمل لابيل ليه اما ها عزيزتي هاي جاو الضيافة باهي تو نجيب البن تضيع الوقت توا يا معلم التليفون يا معلم جاو الضيافة قولوا هات التليفون